شايف انه مظهر الاهلي امبارح بصرف النظر عن الفوز وكلنا فرحنا واستمتعنا وكل حاجه، لكن شكل الاهلي امبارح يقلق شويه، يقلق شويه في اللي جاي. معلش يا كابتن، برضه انا عايز اقول ان انت برضه بتلعب فرقه بحجم الرجاء، فرقه نعم. فرقه محترمه وفرقه كبيره وفرقه كويسه. يمكن الفوز في المباريات اللي هي دي يا كابتن مهم، بغض النظر عن الأداء شويه، يعني ممكن الاداء اغفره شويه في البطولات اللي هي بتبقى بتتكون من مباراه واحده. المباراه الواحده دي يا كابتن مطلوب فيها النتيجه بتبقى اهم شويه، انما يمكن على المستوى الاجمالي في الاستحواذ كان الاهلي له استحواذ كبير. الشراسه بس على المرمى وعدم وصول نعم. الاهلي بالشكل المناسب بفرص خطيره على المرمى، هي دي كانت السمه الضعيفه في هل الاجهاد يعني البعض بيرجع ده بيقول انه معلول، صحيح معلول لعب نص ساعه في اول مباراه مع موريتانيا واخر مباراه مع الجزائر في الفاينل، بس كان مصاب. كل ده بيتجهز. بنون اللي لعب المباراه كلها مع المنتخب المغربي لكنه ودع مبكرا، ثم سباع النادي الاهلي اللي شاركوا على فترات في البطوله العربيه، لكن في مثلا لعيب زي عمرو السوليه لعب في المباريات كلها في الست مباريات، الشناوي لعب في المباريات كلها، اكرم توفيق لعب في خمس مباريات من الست. هل شايف انه الاجهاد الذهني والعصبي بالاضافه للبدني كان مؤثر امبارح يعني سلبيا على النادي الاهلي؟ يمكن عايز اقول يا كابتن ان حته الاجهاد دي المفروض نطلعها من حساباتنا تماما في ظل وجود الـ 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 الحاجات الحديثه اللي بنشأناها بتعمل الاستشفاء سريع جدا. تاني حاجه الجميل كمان ان انت ما سافروش بره قطر، يعني البطوله كانت كمان من نعم. انهم من قطر لقطر، من قطر لقطر نعم. فبالتالي هم موجودين في نفس المكان فما بذلوش مجهود كبير جدا في السفر نعم. تاني حاجه يا كابتن، لياقه الماتشات دي مهمه جدا، ان انت طول الوقت موجود في الملعب وبتشتغل. بس كل ثلاث ماتشات، كل ثلاث ايام ماتش برضه صعب يا كابتن. كابتن ما هو المفروض بقى خلاص نتعود على كده، احنا بقالنا سنتين دلوقتي بنلعب في ظروف استثنائيه وبنلعب وبنتحمل نعم. فاتمنى ان ان ما يكونش الاجهاد محطوط، خاصه يا كابتن شوبير ان انت عندك في النادي الاهلي 35 لعيب نعم. بمستوى واحد نعم. يعني لو انت شايف ان عبد الحميد مجهد وتعبان ومش قادر، في واحد تاني يقدر يقوم بالادوار على اكمل ما يكون. لان انت بتتكلم في 35 لعيب جاهز كلهم بيستنوا الفرصه. في لعيبه لسه لغايه دلوقتي ما شفناهاش في النادي الاهلي، عمار حمدي لسه ما شفناهوش، احمد عبد القادر ما شاء الله الوقت اللي بينزله بيعمل اضافه في النادي الاهلي. فبالتالي في لعيبه مستنيه الفرص، فانت بالتالي ما ينفعش تطلع تقول لي اجهاد وانت عندك ذخيره كبيره جدا من اللعيبه الاكفاء اللي تقدر تقوم بالادوار. طب خليني اقول لك سؤال عكسي، هل شايف انه فوز الاهلي بالسوبر امبارح يفرق معاه في مسيرته في اللي جاي، يعني في الدوري العام، خاصة انه خسر اللقب السنة اللي فاتت والسنة دي لسه هتكلم معاك في الدوري بشكل كتير عن بيراميدز وعن الزمالك وعن اندية كتير، لكن اللي هيسببه النادي فوز النادي الاهلي بكاس السوبر عليه محليا؟ طبعا يا كابتن، يمكن الفوز ببطوله يا كابتن معنويا حاجه كبيره جدا، بيديك دايما حافز ودافع ان انت يا كابتن لما تقف على منصه التتويج، وحضرتك وقفت كتير على منصه التتويج وعارف الاحساس اللي الواحد بيحسه في الوقت ده، فبالتالي ما بيرضاش بديل ان هو ينزل عن ان هو يبقى متميز دايما وان هو يجيد دايما في المباراه. فبالتالي انا شايف ان دي حافز كبير ودافع كبير للاهلي انه يقاتل الفتره اللي جايه في البطولات اللي جايه.